وزاجر حد فيه الحدود وسن فيه السنن وضرب فيه الأمثال وشرع فيه الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين سيما خليفة الله في الأرضين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. المبحث اليوم تتم للمبحث السابق، كان المقرر أن ننتقل لمبحث جديد، لكن المبحث حيث بقي مبتورا فلا بد أن نكمل. في ضمن مباحث المبحث الأول ذكرنا بأن هذه الآية يمكن أن يستفاد منها في جملة من المباحث الأصولية، حيث أن الآية الشريفة تشكل المقدم في قياس استثنائي يمكن أن ينتفع به في بحث الحجج، من جملة ذكرنا عدة من المباحث الأصولية التي يمكن أن تستفاد من هذه الآية الشريفة لها. إحدى المباحث هذه أنه ملاك حجية الحجج هو أقربيتها للإصابة، فإذا كانت هناك حجة أقرب للإصابة من حجة أخرى فهي الراجحة أو المتعينة على الرأيين، أنا الأعلم وغير الأعلم، الأخبر الأكثر خبروية وغيره، الشورى إذا كانت أقرب للإصابة في الموضوعات من رأي الفقيه الواحد فهي الأرجح أو هي المتعينة، وهكذا أهل مجرى. كيف؟ الآية الشريفة تقول: فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. فهاي أهدى سبيلا نجعلها المقدم في القياس، نقول كلما كان زيد كالأعلم أهدى سبيلا من عمرو اللي هو مرجوح وليس بأعلم وجب اتباعه، تعين اتباعه أو رجح اتباعه على الرأيين اللي فصلناهما في كتاب تقليد الأعلم. وكرر القياس هكذا كلما كان أحد الشخصين، يعني الآية تقول فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، إذا الآية قاعدة تنقح الموضوع أنه خارجا هناك من هو أهدى سبيلا من غيره، فنقول كلما كان أحد الشخصين أهدى سبيلا من الشخص الآخر رجح أو تعين اتباعه، لكن المقدم ثابت فالتالي مثله. طبعا لازم نثبت المقدم، نقول بأنه الأعلم أقرب للإصابة من غيره، هذا لازم نثبته إما بالعقل أو ببناء العقلاء أو بالروايات وما أشبه ذلك. إذن القياس يتركب على الآية الشريفة وينتفع بها. مثلا الآن نمثل الروايات الدالة على أن الشورى في الموضوعات طبعا أقرب إلى الإصابة صريحة في ذلك، فالآية نضمها للرواية فيتبين تعين اتباع الشورى رأي الأكثرية في الموضوعات. الآية تقول هنالك من هو أهدى سبيلا من بعض، الرواية تقول رأي الشورى أو رأي المستشار هو الأقرب للإصابة فيجب اتباعه، بدأ الرواية تصرح بذلك. أيضا بعض الروايات التي ذكرناها في شورى الفقهاء مع الكلام المفصل حول سندها، انتخبنا الروايات اللي سندها تام، طبعا ذكرنا هنالك 14 رواية من بين المئات من الروايات وتكلمنا هنالك عن دلالتها، لا نريد التفصيل الآن بس إشارة منها. قول الإمام الصادق عليه السلام: استشر العاقل من الرجال الورع فإنه لا يأمر إلا بخير.
شوفوا الأقربية، وإياك والخلاف، بتخالفه، فإن مخالفة الورع العاقل مفسدة في الدين والدنيا. إذن لو استبددت برأيك وتفردت بالرأي تقع في المفسدة. فأنت إذا تريد تصون نفسك عن المفسدة فاستشر العاقل الورع. إذن هذه الرواية صريحة في أن استشارة العاقل الورع توجب الأقربية للإصابة والأبعدية عن المفسدة. الدلالة كلش واضحة، لأن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في المتعلقات. فالإمام يقول إذا ما استشرت تقع في المفسدة، إذا استشرت واتبعت المستشار المؤتمن تبتعد عن المعصية. والإمام يحذر يقول وإياك والخلاف، فإن مخالفة الورع العاقل مفسدة في الدين والدنيا. بهاي العبارة كلش قوية. الرواية الثانية، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مشاورة العاقل الناصح رشد ويمن وتوفيق من الله، فإذا أشار عليك الناصح العاقل فإياك والخلاف، فإن في ذلك العطب أي الهلاك. هاي الرواية أيضا صريحة، صريحة في أن رأي المستشار المؤتمن العاقل الناصح الرشد أقرب للإصابة من رأي الشخص نفسه، وأنه لو لم تتبعه وقعت في العطب. فإما يستلزم ذلك الرجحان أو الوجوب على حسب نوع الموضوع. فالمرة الموضوع موضوع ليس بتلك الدرجة من الأهمية، يعني أريد أقوم بتجارة بسيطة، بيع وشراء بسيط، أربح بيفرض 10,000 دينار أو أخسر، وهذا الأرجح أن أتبع رأي المستشار. فهذه مرة لا، تجارة بالملايين، أو الضرر يكون ضررا كبيرا من ذاك الطرف، فيجب الاتباع. الرواية الأخرى، قال أبو عبد الله عليه السلام: ما يمنع أحدكم إذا ورد عليه ما لا قبل به، ما لا قبل له به، أن يستشير رجلا عاقلا له دين وورع. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: الله، أما إنه إذا فعل ذلك لم يخذله الله، بل يرفعه الله ورماه بخير الأمور وأقربها إلى الله. إذن هذه الروايات صريحة في أقربية رأي المستشار للإصابة وللواقع وللمصلحة ودفع المفسدة والعطب من التفرد بالرأي والاستبداد. الرواية الأخرى، روايات كثيرة نقلها هناك، منها عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: من استبد برأيه هلك، فإن لم يستبد بالرأي في مقابل استشارة وتشاورة لم يهلك. رواية أخرى: من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ. إذن إن لم يستقبل وجوه الآراء لم يعرف مواقع الخطأ، فالمستقبل وجوه الآراء أقرب للإصابة والفهم، فهم الواقع والوصول إليه من غيره. الرواية الأخرى: الاستشارة عين الهداية، وقد خاطر من استغنى برأيه. إذن هذه الروايات صريحة في تشخيص الصغر. إذن قلنا بأن الآية الشريفة يمكن أن يشكل منها مقدم القضية الشرطية والقياس الاستثنائي، بأن نقول أكرر مرة ثانية هكذا، استنادا إلى قوله: فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. القياس هكذا يشكل، أنه كلما كان أحد الطرفين، أحد الفردين، أحد الشخصين أو إحدى الجهتين كالأعلم وغيره، أهدى سبيلا من الجهة الأخرى، وجب أو رجح على الرأيين اتباعه، لكنه أهدى، الأعلم أهدى ولا شك فيه، لا يشك شخص في أن الأعلم في جهة أعلميته من حيث هو أعلم أهدى سبيلا من غير الأعلم. هسه يرجح أو يجب، هنا لنا تفصيل، الشارع يسر على العباد أنه قال يرجح ولا يجب، كما أن بناء العقلاء على ذلك لمزاحمة مصلحة التسهيل، وإلا لو كنا نحن ومجرد قضية الأعلم لوجب اتباعه بدون شك، إنما زوحم ذلك مصلحة التسهيل ومصالح أخرى ذكرتها في كتاب شور الفقهاء، مصالح سلوكية أخرى في تعدد الفقهاء في تفصيل ذكرته هناك، ويستفاد من الروايات أيضا. لذا الشارع يسر فرجح تقليد الأعلم. المهم التفصيل هنالك. فنقول إذن هذا هو القياس. بعض الإخوة الأفاضل استشكل، فقلنا لا بأس أن نذكره هنا، لأنه كانت الإجابة فردية وشخصية، والبحث هو بحث عام. استشكل بأن هذا تنقيح مناط وهو قياس،
والقياس مردوع عنه قطعا، لأن احنا إجمال كلامنا هكذا نقول بأن الحجج وجه حجيتها هو أقربيتها للإصابة. وهذا تنقيح من الظني، منو قال؟ لعله تعبد، لعل وجه حجيتها التعبد الشارع، لعل الوجه المزيج من الأقربية والتعبد. فكيف نقول بأن العلة التامة لحجية الحجج والملاك التام لحجية الحجج هو الأقربية للإصابة؟ وإن كانت الآية، لأن الآية ما قاعد تشخص المصداق، إجمالا تقول أن هناك بعض أهدى من بعض سبيلا، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. بس منو هو، شنو هو، ما قاعد أتكلم عن المصادق. إحنا اللي ثبتت لدينا حجية مجموعة من الحجج، كيف نسري الحجية لأمر آخر مشكوك الحجية بدعوى أنه مساو في الأقربية في القرب للإصابة أو هو أقرب؟ هذا قياس. الجواب عن هذا واضح، وهو أنه القياس باطل. زين دققوا في ملاكات أحكام الشارع، وليس باطلا في أمرين، ولم يقل أحد ببطلانهما في الأمرين. في ملاكات أحكام الشارع القياس باطل، أصلا كل الروايات اللي تتحدث عن بطلان القياس تقول لأن أنتم إن دين الله لا يصاب بالعقول. أحكام الله ملاكاتها التامة، أي بتزاحماتها وموانعها وروافعها وقواطعها ما ندريها، وهذا لا شك فيه. لكن القياس في موردين آخرين أيضا لا شك فيه، شرعنا ما بيشكل إشكال. واحد في ملاكات أحكام العقلاء، لهذا مو مورد كلامنا لمزيد الفائدة نقوله، الأحكام المخولة للعقلاء، هم يعرفون ملاك حكمهم خو، فيستطيعون أن يقيسوا بدون كلام أحكام الشارع، ما أدري ملاكاته شنو، بس مو أحكامنا أنا، مو أحكامنا إحنا. مثلا هسه حتى الأحكام اللي الشارع فوضها، مثلا ولاية الفقيه، من يقول بولاية الفقيه في الحدود التي يقول بها؟ مثال ثاني لا شك فيه ولاية الأب على الصغير، ولاية القيم على الوقف، على القيم على الوقف ماكو شك في ولايته، وهنا ملاكاته هو يدريها فله أن يقيس. يعني الفقيه عندما يجي يلاحظ القضايا الخارجية فيحكم حكما ولائيا بأمر، يقول مثلا المعاهدة الدولية، الآن هذه المعاهدة مع هذه الدولة واجب أو حرام بالضبط، تشخيص موضوعي. هو الملاك دي يدركه حتى يحكم، ولا شلون يحكم؟ والشارع قد حكم بنحو القضية الحقيقية بشكل عام، حتى نقول ما يدري ملاك شنو، الشارع فوض القضايا الخارجية للفقيه، الفرض هذا في الحدود اللي فوضها، هو الملاك من الفقيه لازم يدركه. فإذا أدركه فإذا الملاك بيده، الملاكات بموانعها وتزاحماتها حسب الظواهر، مو أكثر من هذا مكلف به. فالقياس في أحكام الشارع غلط وباطل قطعا، أما القياس في أحكام العقلاء، ومنهم من فوض إليه الشارع على ولايته لا شك في صحته. الأب مثلا أحرز الملاك في مورد، ملاك المصلحة أو الغبطة أو عدم المفسدة على الرأيين، مورد ثاني شاف مساوي له في الملاك فورا يعمم. ليش؟ لأن الملاك هو فوض له. إذن هذا المورد لا شك في صحة القياس فيه، فليس في الخلط، لأنه كثيرا ما القائسون يستشكلون علينا أن عقلائي القياس، ولا شك في أنه عقلائي، بس عقلائي في أحكام العقلاء التي أحاطوا بملاكها فحكموا، مو في أحكام الشارع. الشارع يقول أنا أحكامي أحكام خاص، لم أفوض علمها إلا لرسول الله محمد المصطفى وعلي المرتضى والأئمة النجباء. العلم هؤلاء بأيديهم مو أنتم بيدكم، حتى نروح نطرق أبوابهم، إضافة لأنه لا نتحمل. فهذا أولا. أما حكم العقلاء يعني ملاك أحكام العقلاء، طبعا كل حكم للعقلاء، إذا الشارع تدخل ردع ردع، إذا سكت عنه فهو ممضى، فإذا الملاك بيدهم خلاص. وهذا نقوله، وهذا عين كلامنا أصلا، يعني مؤكد لكلامنا، إذا الشارع تدخل فصار حكم الشارع، إذا العقلاء لهم أحكام والشارع سكت عنهم فالسكوت عن العقلاء. ده نقول بما هم عقلاء، بناء العقلاء، سيرة العقلاء كانت على أمرين، إذا هم يدرون ملاك حكمهم حتى يحكمون، مو قدر يحكمون العقلاء، العقلاء بما هم عقلاء، لو حكموا بحكم والشارع سكت إذا أمضى. فنحن نقول العقلاء عندما حكموا، ليش حكموا؟ قطعا عرفوا الملاك، لا يحكمون عبثا. فإذا قد عرفوا الملاك بتزاحماته بموانعه فلهم التعميم القياس الشرعي، لأن ملاك الشرع ما نعرفه إحنا، ما نقدر نقيس، أما ملاكات أحكامنا نعرفها إحنا.
هذا أولا، بس هذا مو مربوط ببحثنا طبعا لتكميل الصورة قلنا. ثانيا الحجج العقلائية اللي مورد بحثنا. الحجج العقلائية نقول حجج العقلاء يعرفون ملاك حجية حجتهم، يعني الشارع موجود لو مو موجود. العقلاء بناء العقلاء لو كان على حجية خبر الثقة أي كاشفيته النوعية، أي عبروا بأقربيته للإصابة أو أي تعبير آخر عبر. العقلاء يجون يشوفون مختلف الأمور، يشوفون الظواهر فيقولون هي حجة. هو ليش قالوا حجة ومو عمياوي؟ ده نقول عقلاء بما هم عقلاء، وإنما لأنهم عرفوا الملاك. فإذا العقلاء عرفوا الملاك يعني أحاطوا به، فلهم أن يعمموا، فلهم أن يعمموا. إن قلت لي السيد يقول هذا أنه الشارع خب إجا هنا سكت، ونقول ما دام سكت إذن أقر قد سكت عن الحجية ولو كان في الملاك خلل لتدخل. يعني إذا العقلاء حكموا بحكم بحجية أمر للملاكات التي أحرزوها، الشارع يشوف أكو فد مانع ملاكي من نفوذ ذاك الملاك، شو كان يخطئهم؟ فحيث لم يخطئهم وأمضى حكمهم بحجية الملاك كشف عن أن ما رأوه ملاكا تاما صحيح، ولا لما كان يصح للشارع أن يمضي. العقلاء هسه افرضوا لاحظوا مختلف المصالح والمفاسد بما فيها مثل مصلحة التسهيل، هو الشارع اللي محيط إذا عرف في كشفهم للملاك خللا وخطأ لوجب أن يردع، يقول أنتم ما أحطوا بالملاك إذن الحجية غلط. هذا برهان إني بتعبير آخر، حيث أن الشارع أمضى الحجية وكانت الحجية بنظرهم كما هو الحق تابعة للملاكات التامة لا الناقصة، فهذا إمضاء لكشفهم للملاك التام، فهذا الملاك التام يمكن تسريته لأماكن أخرى. المهم هذا هسه إجمال الكلام في هذا المقام، أنتم تدبروا به أكثر. فهذه هي التتمة الأولى للمبحث السابق، وأما التتمة الثانية ننتقل للمبحث الثاني. المبحث الثاني ثم الثالث، كيف نكبح الشواكل؟ أكو هناك شواكل فاسدة، شلون نستطيع أن نسيطر عليها أو نعيد هندستها أو بناءها من جديد؟ اللص الحرامي حرامي من طفولته، أكو البعض طبعا يتغير، لكن عادة الشواكل النفسية تنمو إلا لو هذبت بشدة. الشواكل اللص لص منذ طفولتي، اللص اللي يسرق شيء قليل، يسرق بيضة من بيت الجار أو دجاجة، هذا لما يصير وزير أيضا يسرق، بس ما يسرق الآن دجاجة بعد، يسرق الأمة كلها، يسرق أموال النفط. هاي طبيعة الإنسان، اللي يسرق شيء صغير يسرق شيء كبير. هذا لا بأس للتلطيف أيضا حتى لا يكون البحث كلش جاف. ينقل أنه عندما أسست الإذاعة، أول إذاعة أسست في العراق، فهذا شاك كان شيء كلش حلو ذاك الوقت، انا انخوك بعد كلش متعارف، لكن لكل جديد لذة كما هو بالفعل لطيف. فعندما اسست الاذاعه فمن البرامج شنو كانت البرامج؟ القران الكريم. قبل القران الكريم اكو فد بلبل، هذا البلبل يصفر قبل الاذان مقدار مثلا نص دقيقه، البلبل يحتاج الى طعام، البلبل ما يعيش بالهواء، وطعام طعام خاص. فذاك الموظف المسؤول في مؤسسة الإذاعة يقدم، لازم يقدم قائمة للرئيس عن المصروفات، إنه هل قد صرفنا على المذيع، وهل قد شهرية فلان، وهل قد مثلا فلان جهاز. فمن جملة القوائم اللي يقدمها شهريا هل قد مقدار طعام البلبل والرعاية والعناية به. ومضت على هذا الحال فترة طويلة جدا، بعدين تبين كذب، أصلا ماكو بلبل، ومسجلين صوت البلبل مسجل ويكرر. بس القضية الجديدة لا المسؤول يدري، هسه احنا كنا نعرف هالاشياء، بس الاشياء في بداية الامور ما يدري شنو اكو شنو ما اكو. الصوت مسجل، يعني بلبل صوت صفر فسجل صوته فيكرر، هذا بعنا شاف خوش رئيس ما ادري شنو القضية، فيعطي له قائمة ويأخذ منه الأموال سنين طويلة بعنوان رعاية هذا البلبل الاستثنائي. هذا اللص صغير، هذا إذا أقوى يصير مدير عام للإذاعة والتلفزيون، أو إذا يصير وزير، أو إذا يصير أي شيء آخر، طبعا راح مستوى السرقات ترتفع جدا. الشاكلة، المشكلة في الشاكلة أنه بمرور الزمن تنمو، يعني ذاك الإنسان الوفي بمرور الزمان وفاءً يزداد بنحو المقتضي كلامنا.
الجبان بمرور الزمان جبنه يزداد، لانه يبتلى بحوادث جديده، فيتاكد لديه تتاكد لديه الفوبيا والخوف من كل شيء من هذا القبيل. خش شو نسوي مع الشواكل؟ الحل مفصل طبعا، هناك اجمالا نشير، وسنبدا لعله بحث قادم حول بعض هذه العناوين، حول بعض هذه العناوين. الحل لمشكله الشواكل مجموعه عنوانها 4 أشياء: 1 التحاور، 2 التعارف، 3 التعايش، 4 التدافع. لهذا التدافع راح نتكلم عنه، وكلها بها آيات قرآنية كريمة، وجه الكلام فيها يطول، نخلي الوقت آخر إن شاء الله. هذه مفاتيح الحل، وهناك حلول أخرى مشابهة، لكن مو كلامنا الآن هنا، إنما كلامنا في أن البعض توهم بأن حل مشكلة الشواكل السلبية بسياسة الرعب والصدمة. أريد نكمل هذا البحث أيضا، ويستشهد على ذلك بأمثلة، وبالفعل أحيانا مجدية هذه السياسة، لكن الكلام هو السياسة العامة عقلا وشرعا ما هي. هذا الكلام، الكلام ما هو الأصل؟ الأصل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كاف. الأصل قوله تعالى نعم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا هو الأصل. الأصل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الأصل هو الرفق، ما وضع الرفق على شيء إلا زانح، وما وضع الخرق على شيء إلا شانه. هذا كلام نحو أن الأصل هو ذلك، وراح شوية نتكلم عن ذلك بشكل مبسط أكثر إن شاء الله. وأن سياسة العنف والصدمة هذه سياسة، مثل واحد مثلنا لذلك، مثل واحد فرض مريض بما يعالج بكبسولة واحدة، فالطرف يقول لازم نجري له عملية جراحية أو نقتلع عينه، لأن عينه مصابة بالألم فلنقتلع. هذا راح نعيد الكلام عنه بعد قليل إن شاء الله، لكن نجي للآيات الشريف، ونجي إلى ما الذي نستطيع أن نصنعه في المقام. نقول لأنه استشكل بأنه هناك بعض السباب حسب المستشكل في الآيات الكريمة: عتل مثلا بعد ذلك زنيم مثلا، كم آية من هذا القبيل أقرأ؟ وفرض مثلا: تبت إذا عد سبا وليس بسب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، إلى آخره، وامرأته حمالة الحطب. فهناك بعض الآيات عن هذه لم تكن من السباب، وإنما هي في مقام وصف حالهم. لو فرض سلم بأن هناك بعض السباب في القرآن الكريم، فإحنا نجاوب عن هذا، وفي الروايات الشريفة سيأتي الجواب عنها أيضا. نقول: أولا أنت شوف النسبة، القرآن الكريم كم آية؟ 6636 آية، على قولا وعلى قول أكثر حسب الاختلاف في عدد الآيات. 6636 آية قرآنية كريمة، كم آية فيها سباب أكو؟ لو فرض أنه سباب 4 آيات 5 آيات مو أكثر، يعني النسبة 1 للـ1000. فهذا هو الاستثناء جدا، أما البعض متخذ أصل، الأصل أنه يسب هذا ويسب ذاك ويسب ذاك. لا شك في أنه أحيانا نادرة السباب قد يكون مجوزا عقلا أو عرفا أو شرعا، إنما الكلام ما هو المنهج، ما هو الأصل. 6636 آية كريمة عندنا، ابدأوا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وانتهوا إلى الناس، كما يأكل فيها السباب لو فرض أنها سب؟ كلش كلش قليلة، لأن النسبة لعلها 1 بالـ1000. لكن المشكلة أن البعض اتخذ منهج السباب والعنف هو الأصل، يعني أول ما تنفتح عينه على المخالف على المعارض، أول ما يفتح عينه عليه ويفتح فمه عليه أيضا بالسباب، هذا هو الغلط بقول مطلق. فهذا أولا. الروايات الشريفة، طالع الوسائل، كم رواية أكو بالوسائل؟ يمكن لعله 16 ألف على ما يبالي، ليس كذلك تتذكرون أو لا؟ لعله 16 ألف رواية في الوسائل، كم أكو رواية بها سب؟ بس البعض متخذ السب ديدا، هذا الإشكال. إنما الكلام أنه ما هو الأصل وما هو الاستثناء. فهذا أولا كقاعدة أولى خلينا نقررها، أنه نقول أولا القاعدة العامة ما هي؟ القاعدة العامة هي أدخلوا في السلم كاف. القاعدة العامة هي أنه قوله تعالى مثلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والسباب من العسر،
الطرف الآخر يتكلم بكلام، فأنت كيف تسبه؟ القاعدة العامة، لاحظوا الآية الأخرى، الشداء على الكفار شنو؟ رحماء، هاي القاعدة العامة، على الكفار كن شديدة. هسه ذاكر له بحث، بس على المسلمين كن رحيمة. هل من مقتضى الرحمة أنه هي تسب هذا وذاك، تبتدئ بالسباب؟ لكن من الغلط. إذن أولا نقول الأصل العام هو الرحمة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. صاحب الجواهر في بحث اليسر، عند بحث عن قبل سنتين ثلاثة بحثت مفصلا، صاحب الجواهر يرى من مقاصد الشريعة اليسر، ما يعبر لعله مقاصد الشريعة، تعبير آخر مشابه، يمكن روح الشريعة ما يعبر، يمكن مذاق الشريعة يعبر، هو عنده اصطلاحات خاصة، يقول مذاق الشريعة، يعتبر أصلا منشأ تشريع الأحكام. يعني صاحب الجواهر كلش في هذه القضية يعني قوي البحث والأداء، أن الأصل الأصيل في الشريعة هو اليسر، والعسر خلاف القاعدة جدا، والآية صريحة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فهذا مرفوض وهذا مطلوب. فنحن نقول أولا هذا هو الأصل وذاك هو الاستثناء. ثانيا هذا الاستثناء هم يحتاج إلى إذن الفقيه. احنا عندنا نكمل البحوث اللي أشرنا عليها في الماضي، من قلت استثناء، أنا بالسنة ألتقي بألف واحد، فأنتخب واحد وأبدأ أسبه، أشوف لي ألف خطيب أنتخب واحد منهم وأبدأ أسبه، لا، هذا أيضا يحتاج إلى إذن من الفقيه في القضايا العامة. فد مرة في مجلس خاص موكل لك، واقعا الشخص بينه وبين ربه شخص تشخيصا موضوعيا بأن هذا الإنسان اللي هو بزعمه فرضا فاسق، إذا أنا الآن أسبه يرتدع، يعني لا يمكن ردعه بالحكمة والموعظة الحسنة. ففي مجلس خاص مثلا نقول لك ذلك، لو شخص أن مراتب النهي عن المنكر وصلت للسب، وأنه بالمنطق والحكمة والموعظة الحسنة لا يرتدع، وإنما السب يردعه في مجلس خاص، بس المشكلة أنه الآن في هذا الزمن أو في تلك الأزمنة في تلك الصورة، القضية ترتبط بالأمة كلها. يعني واحد عندما يسب جهة أو شخصا في إذاعة أو غير إذاعة، متحددة حدودها به وبه، به وبالطرف الآخر، هاي تنعكس آثارها الإيجابية بزعمه أو السلبية على الأمة كلها. الحوادث الواقعة المرجع فيها مو كل واحد، والناس يلزم الهرج والمرج، المرجع فيها رواة الحديث، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. إذن نقول ثانيا المرجع في هذه القضية، لأنها قضية عامة، قلنا أؤكد، إذا كانت خاصة في مجلس خاص شخص يسب شخصا خاصا فله ذلك إن شخص بينه وبين الله، لكن على الملأ يحتاج إلى إذن الفقيه. لماذا؟ أولا لهذه الرواية، وأما الحوادث الواقعة، هي من الحوادث الواقعة، ليش يحتاج إلى إذن الفقيه؟ أولا لما ذكرنا، ثانيا لأن غاية الأمر أن طوائف الروايات متعارضة، غاية الأمر هذا، الطرف الآخر يستشهد بمجموعة من الروايات، وفرضوا بعض الآيات اللي ذكرناها، ونقول أكو روايات أخرى وآيات أخرى تردع، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، فيسبوا الله عدوا بغير علم. آيات وروايات كلش كثيرة تردع عن سب الطرف الآخر، روايات كلش كثيرة، منها ردع علي عليه السلام عن سبهم لجماعة معاوية في قضية صفين، إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، يمكن التتمة هكذا، ولكن لو ذكرتم حالهم ووصفتم فعالهم لكان أقوى في العذر أو أبلغ في العذر، شيء من هذا القبيل أو قريب من هذا. الروايات غاية الأمر، أنت عندك روايات على الرسول عنه، ومن اللي يشخص؟ من الذي يشخص أنه هذه الطوائف من الروايات اللي تبدو متعارضة شنو طرق الجمع بينها؟ شنو طرق؟ مو شغل كل إنسان. لذا نقول المرجع فيه هو الفقيه، الفقيه الجامع للشرائط، المحيط اللي استفرغ وسعه في المسألة، أيضا يشوف هذه الروايات كلها أسانيدها دلالاتها، تلك الروايات هي أكثر من طائفتين طبعا، بس احنا الآن بدنا نختصر، يشوف دلالاتها مفاداتها ظروفها، هل هي قضية حقيقية كانت هذه، هل كانت قضية خارجية هذا السب، فرضا لو صدر من الإمام عليه السلام فرضا في موطن الخاص، هل قضية حقيقية كان أو قضية خارجية كان، يعني منطلقا من قضية حقيقية أو منطلقا من قضية خارجية، فهذا شغل الفقيه مو شغل كل إنسان. فإذا الفقيه لاحظ الروايات كلها في 6 أشهر سنة في تصوري يحتاج لعله وقت جيد، يعني
ثم خرج نتيجة ما فيه الحجة عندئذ على مقلده، إضافة إلى أنه قد يثبت الأصل لكن له حدود، يعني قد يكون فد شيء جائز لكن جائز بهذا الشرط وهذا الشرط وهذا الشرط، هناك مانع، هناك رادع، هناك كذا وكذا. فهذه كلها الأصل والحدود، هذا خلاصة كلامنا، الأصل والحدود، هذا يؤخذ من الفقه لا غير. إذا لا يصح لكل أحد أن يفتح كتاب الوسائل وغير الوسائل ويشوف فرضا أن الإمام عليه السلام في موطن ما سب شخصا، نقول إذا إحنا نسب كل أهل العالم مثل ما البعض هكذا يتصور، ويتصور أنه يتقرب إلى الله بذلك جهلا. جاهل، مو شغلك أنت، هذا شغل الفقيه. هذا ثانيا. إذا هذا مما قلت أؤكد أن القيود والشروط هذه أيضا تؤخذ من الفقيه، إذا كانت قضية خاصة في مجلس خاص كم شيء، البعض أيضا يخلط من تلك الجهة، يقول بأنه إذا احنا نسبهم يثيرهم مثلا ويلزم الفساد وإلى آخره، نقول إذا في مجلس خاص ليش تعمم الموضوع لهذا مثلا يعني، فكل له محله. هذا ثانيا. ثالثا، وهذا الثالث أنا على الأقل ما شفت من طرحه، طبعا هذا البحث يحتاج إلى وقت كلش موسع، أنا مجرد إشارات قاعد أشير. حسب الروايات إحنا في زمان الهدنة حتى ظهور الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف، زمان الهدنة معناته أنه لازم كثير من الأمور الإنسان يتقي فيها، وكثير من الأحكام الشرعية بنيت على أن الزمان زمان الهدنة حتى ذاك الوقت، فما لك حق أنت كيفك تبدأ تسب وتحكي وتنهى عن المنكر كما تشاء، لا لا، كثير من الأحكام الشرعية علقت إلى ما بعد الظهور المبارك، والروايات في ذلك لعلها متواترة. نقرأ بعض الروايات اللي هاي بالذات تحتاج إلى بحث وإنضاج، لأنه هذا البحث مو مطروح، فكل واحد يجر شرق واحد، واحد يغرب، واحد يشرق واحد يغرب. عن بريد العجلي قال: قيل لأبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام: إن أصحابنا بالكوفة لجماعة كثيرة، فلو أمرتهم لأطاعوك واتبعوك. يعني قم على الحكومة، المقصود هكذا، يعني ليش أنت جالس؟ جماعة كثيرة يطيعوك، فأنت ثور على الحكومة، ثور على الحكومة وانتزع، استرجع الحكم منهم. الظاهر هذا المقصود: إن أصحابنا بالكوفة لجماعة كثيرة، فلو أمرتهم لأطاعوك واتبعوك. قال: يجيء أحدكم إلى كيس أخيه فيأخذ منه حاجته. أنتوا صدقتش يعني إخوان، بحيث أي واحد يحتاج أي مبلغ وعند صاحبه عنده، فيجي يأخذ من كيسه بدون ما يقول له، لأنه هو ذاك الطرف بالنسبة له يعني لا بشرط، شنو الإشكال أنت وأنا واحد. مثل ما هو يأخذ من كيسه بدون حدود، هل يأخذ إخوتك من كيسك بلا حدود؟ فقلت لا. فقال: بدمائهم أبخل. هذا اللي هو بخيل بالمال يكون كريم بدمه حتى يجي يضحي في هاي الثورة، لأن الثورة تحتاج إلى تتوقف على قتل وجرح وغير ذلك، وأن يقتل فتقتلون وتقتلون. فقال: بدمائهم أبخل. ثم قال: إن الناس في هدنة. هاي قاعدة الهدنة مهمة وكلش كلش قليل مبحوثة مع الأسف. إن الناس في هدنة، الناس في هدنة يعني أهل العامة، في مصطلح الروايات الناس يعني أهل العامة من السنة. قال: إن الناس في هدنة نناكحهم ونوارثهم، حتى إذا قام القائم صلوات الله عليه جاءت المزايلة. عندئذ الأحكام تختلف. الآن إحنا في زمان هدنة، مو كيف كل شيء تسوي وتعتبر نفسك مجتهد مطلق. لا، الإمام ده يقول، والروايات قالت متواترة أو لعلها متواترة، في زمان هدنة إحنا مو كل واحد كيف كل شيء يسوي. حتى إذا قام صلوات الله وسلامه عليه جاءت المزايلة. أهل العامة يكون لهم حكم، أهل الخاصة يكون لهم حكم آخر كما في روايات أخرى. هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية، ولاحظوا هاي الروايات، الروايات تستعرض مختلف الأطراف. الآن الكلام اللي ما طبعا كلام عام لا يخصص، وما ذكره من المثال عموم كلامه. نناكحهم ونوارثهم، هذان مثالان، ويقول إن الناس في هدنة، هذان المصداقان، ما قاعد يخصص الكلام بهما كما هو واضح أصوليا. إضافة لأن الروايات الثانية أيضا تعمم، هي تذكر مصادق أخرى. رواية أخرى: سمعت عن عمر بن يزيد قال: سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وكرى أنهارها وبنى فيها بيوتا
وغرس فيها نخلا وشجرة. فقال أبو عبد الله عليه السلام: الله كان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها، يعني الضريبة اللي هي الخراج، وعليه طسقها يؤديه إلى الإمام في حال الهدنة. حال الهدنة احنا، فشو حال الهدنة اللي هناك؟ الإمام يمثل بشنو؟ بالتناكح والتوارث. هنا يمثل بشنو؟ بالضريبة. بالضريبة أنه أدوا الآن في زمان الهدنة، هاي الأحكام كلها سارية، غير زمان الهدنة الحكم الواقع هنالك يكون. فإذا ظهر صلوات الله وسلامه عليه فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه. الرواية الأخرى في بعد آخر أيضا، وبإسناده إلى آخر الرواية قال، إلى آخر السند قال: استودعني محمد بن علي الحلبي، قال: استودعني رجل من موالي آل مروان 1000 دينار فغاب، فلم أدري ما أصنع بالدنانير، فأتيت أبا عبد الله عليه السلام الله فذكرت ذلك له وقلت له: أنت أحق بها. فقال: لا، إن أبي كان يقول: إنما نحن فيهم بمنزلة هدنة. يعني الحكم ما هذا حكم واقعي، الحكم الواقعي هو المال لازم يعطى الإمام حتى في مرتبة الملكية الظاهرية، بس زمان الهدنة إلى ظهور الإمام عليه السلام أحكامه تختلف، نمشي على طريقة أخرى. فقال: لا، يقول قلت له: أنت أحق بها. فقال: لا. بعدين علل، مو أنه أنا مو أحق، أنا أحق لكن الهدنة تقتضي أمرا آخر. فقال: لا، إن أبي كان يقول: إنما نحن فيهم بمنزلة هدنة نؤدي أمانتهم، لولا الهدنة ما كان لازم. الكلام كلش كلام قوي. إنما نحن فيهم بمنزلة هدنة نؤدي أمانتهم ونرد ضالتهم ونقيم الشهادة لهم وعليهم، فإذا تفرقت الأهواء لم يسع أحدا المقام. هاي من رواية اللي هي ذاكرة جوانب أخرى من القضية، هناك التناكح والتوارث ثم التسق في الأرض، ثم هنا يقول حتى أداء الأمانة. قاعدة الهدنة حاكمة، الهدنة حتى ظهوره صلوات الله وسلامه عليه. رواية أخرى، قلت الروايات يعني لعلها متواترة، أنا انتخبت بعضها الآن، أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن، وبعضها موجودة في الكافي وفي غير الكافي، اللي هاي بعد معتبرة، يعني حتى الأخباري يعتبر هاي الروايات حجة بلا شك. أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن جمهور الناس، يعني أهل العامة، فقال: هم اليوم أهل هدنة، ترد ضالتهم وتؤدى أمانتهم وتحقن دماؤهم وتجوز مناكحتهم وموارثتهم في هذه الحال. والروايات في ذلك كثيرة. إذا نحن نقول بأنه حتى هذا المورد الاستثنائي لازم احنا نلاحظ أن الجو العام اللي قاعد نعيش به زمان هدنة، حسب الظواهر أن السنة يبقون أكثرية حتى الظهور المبارك، والشيعة يبقون أقلية حتى ذاك الزمن، وحسب المستفاد من الكثير من الروايات، وحسب الآن 1400 سنة الوضع كان هكذا، عموما كانت الأمور بيدهم، واستثني ما استثني، مثل افرضوا فترة خاصة هاي الحكومة تلك الحكومة الشيعية أو غير ذلك. الأئمة كانوا أعرفوا بالمستقبل، كانوا أعرف بالمستقبل، فلاحظوا المجموعة من حيث المجموع. افرضوا احنا صارت لنا حكومة، الآن احنا لنا الحرية، نستطيع أن نسب كما نشاء، نسب كما نشاء لا، طبعا بعد الرجوع الفقيه. ليش؟ لأن أنت عندك يومين حكومة، باشر الحكومة راح تزول. ولذا أمير المؤمنين عليه السلام كيف تعامل معهم؟ عاملهم كما تعامل مع أهله، كما تعامل رسول الله صلى الله عليه وآله مع مكة، أهل مكة، مع أنه شرعا كان له حق، ولولا ذلك لكانوا يعني يدمرون أهل البيت تدميرا أكثر. بني أمية بني العباس لم يقصروا في الظلم، مع أنه ما كان لهم عذر، لأنه مننت على أهل البصرة كما من رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل مكة، مع أنه ما كان له عذر هكذا جنوا، فكيف لو كان لهم عذر؟ قطعا كانوا يجنون أكثر، خلافا للشعر المشهور اللي هو غلط. الشعر المشهور غلط، انه ما كان يزيدون، لا، كان هواي اكو مجال للزياده، هواي اكو مجال للزياده جدا كما هو المشاهد. فنحن نقول بانه نحن في زمان هدنه، وهذه القاعده تحتاج الى بحث، وعلى ضوئها كثير من الامور السياسيه والاجتماعيه والحقوقيه تتحدد انه احنا في زمان الهدنه، شنو حدودنا؟ شنو اطارنا؟ على اي تقدير يمكن واحد يناقش الان فيما قلناه ما يخالف، خليه يكون فقيه، ما عندنا مانع. نقول هذه المسألة مسألة اجتهادية، المرجع فيها مرجع التقليد. مرجع التقليد لازم يلاحظ أدلة الهدنة كلها، يشوف مثلا، يقول أنا أشوف ما تشمل المقام فرضا ما يخالف. يقول بنحو القضية الخارجية أستثني هذه الفترة من الزمن، هم ما يخالف.
بس تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى دراسة. طوائف روايات أكو كما قلت، تلك الطائفة طائفة معارضة يعني سبا ولا سبا، مثل هذه الطائفة طوائف أخرى. فالمرجع فيها هو رأي الفقيه، مرجع التقليد الجامع للشرائط بعد المشورة. أيضا نحن نرى المشورة في الموضوعات العامة واجبة وإلزامية استنادا لهذه الروايات وغيرها، تشخيص موضوع هذا، تشخيص يعني بعد تشخيص الحكم الكلي نجي إلى تشخيص الموضوع، تشخيص الحكم قبله. لكن بعد ذلك أنه الآن هذا المصداق، هذه الصغرى، هذه الحالة صغرى أي حالة، هذه المرجع فيها الفقيه حكما وأهل الشورى موضوعا، هكذا كما فصلنا في كتاب الشورى أيضا. لأنه الفقيه يمكن يجي بنحو القضية الخارجية يدرس الوضع، ومو محيط بكل شيء، وليس عقله عقل معصوم كما لا شك في ذلك. إذن ينبغي أن يستشير ويتشاور ويشوف رأي بقية الفقهاء شنو، ويتناقش معهم، ثم فليخرجوا بنتيجة احنا نسلم بها. إذن نحن نقول بأنه سياسة الرعب والصدمة، هذه السياسة سياسة كما قلنا ليست بعقلائية كأصل عام، وإنما هي استثناء في الموارد القليلة أو النادرة، وهذا الاستثناء يخضع لشروط كثيرة. الآن نكمل بكلمة، عندنا مقدار 5 دقائق ما يخالف، لأن هاي الحجة هو يستدلون بها، هي حجة عوامية طبعا، بس هو الحكي العوامي يمشي بعد المشكلة حتى على بعض الخواص، أنه إحنا جربنا وشفنا بأن مع هذا المسيحي أو اليهودي أو البوذي أو السني جربنا سياسة الصدمة واهتدى. الجواب على ذلك واضح، المرجع الروايات وليس تجربتك. الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا، الجزئي جزئي، بس أنت جربت. إذا واحد جرب القياس في مرة صدفة طلع صحيح، القياس يصير صح، القياس هو كثير منه صحيح يعني ثبوتا، بس إحنا ما ندري علمه، فاختلط الحق بالباطل. هم يستطيعون أن يقيسوا، يعني النبي يستطيع أن يقيس لأنه يعرف الملاقات كلها، بس أنا ما أدري التجربة. هو الواحد إذا عمل بالرمل والاسطرلاب فكشف الحقيقة، الرمل والاسطرلاب يصير حجة؟ ما يصير حجة. النجوم حجة؟ مو حجة. النجوم يعني في كشف الطالع وما أشبه، هذا المقصود، ليست بحجة. بل المكاسب يرى كفر من يعتقد مو بس بتأثير النجوم، بل بمراتب أخرى. أنا فصلتها أنه 10 معاني أكو لمن يعتقد بالنجوم تأثيرها، فحسب بعضها كافر، حسب بعضها لا فاسق، حسب بعضها جاهل. فالكلام هو أنه الأمر من هذا القبيل، يعني لا نستطيع أن نطلق الحجج غير الصائبة. أحيانا تكون مصيبة، واحد شاف طيف أن الحرامي هو هذا، وبالفعل طلع الحرامي سارق مثلا جواهره هو هذا، هو يقدر يعتبر يقول هاي حجة؟ إذن أنا البارحة شفت بالطيف كان حجة، إذن كل أطيافي وأحلامي ورؤاي حجة. فإذا عقب باكر شاف حرامي آخر، يعني شخص آخر هو الحرامي، يكون هو الحجة؟ لا، نقول لا شك في أنه بعض الأشياء قد تصيب بس ما يصير حجة. هسه أنت مرة جربت سياسة الصدمة فرضا أفلحت فيها، شلون تقول الصدمة هي المنهج العام؟ هذا لازم ناخذ من الروايات والآيات الشريفة. الآية الشريفة تقول: ولا تسبوا الذين، قاعدة عامة، الذين يدعون من دون الله، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الاستثناء يحتاج إلى دليل. الآن نذكر لكم مثال طريف هذا لا بأس، اللي ما يستدل به. شخص، قصة هواي حلوة فيها العبرة. شخص ملك من الملوك كان حكيما، ولد له ولد وحيد صار عمره 3 4 سنوات، شاف مستقبل البلاد بيد هذا ابنه، فإذا يربى تربية حسنة راح خوش يحكم البلاد، وإلا فلا. فكر، استشار، فانتخبوا حكيما عهدوا إليه تربية ابنه، واعطى للحكيم مطلق الصلاحية، قال له: أنت خلاص هذا ابني بيدك. وقال لابنك: لا تشتكي ولا شيء، اذا ما مره اشتكى عاركه. وانت هذا الطفل عرف بانه هو رهن هذا الحكيم. الحكيم احسن تربيته، تعليمه، تزكيته، قصص، تاريخ، ما ادري افرضه حسب الوضع اللي عندهم، شرائع اللي كانت عندهم. صار الطفل عمره 6 سنوات 7 سنوات، يوم من الايام الاستاذ هذا الحكيم امتحن الطفل امتحان ناجح 100%، سجل له مثلا 100%، بعدين قال له: مو انت نجحت في الامتحان، تفضل. وصفع صفعة كلش قوية، ابقاح. الطفل قام يشكي، قال: ليش ضربتني؟ قال: هيج ظلما، اشتهيت. مثل ما حكامنا دائما يشتهون،
يأكلون يخدمون مال الله خضم الإبل نبتة الربيع. قال له كيف بعد الله؟ مو أبوك أعطاني الصلاحية؟ كيف؟ إي ظلما، نعم ظلما ضربت. خلاص شو تريد بعد؟ شو تسوي؟ هو ما يقدر يروح يشتكي عند أبونا، عدة مرات جرى فأبوه ردعه بشدة. فهذا الطفل حمل حقدا على هذا المعلم اللي قاعد يقرص. فد مره اكو شبهه، فد مره مطمئن انه له الحق، لا لا هو يقول انا ظلم ضربتك. اي نعم. فكر ويا نفسه ووطن نفسه على انه ان وصل للحكم اول ما يفعل يقطع راس هذا الحكيم المعلم. خب مضت ايام، صار عمره مثلا 20 سنه، الاب توفي، هذا الابن اجى صار هو الملك، كل شيء بعد بيده. اول شيء قال جيبوا هذا الحكيم، ايش رجل شايب والجلاده محاضر والنطعم محاضر. فقال له تتذكر قبل مثلا 15 سنة كذا من السنين ضربتني ظلما؟ قال إيه طبعا أتذكر. قال له شنو عذرك؟ قال ليش ما عندي عذر، أنا بالفعل ضربتك ظلما. قال إذا تقر؟ قال إيه طبعا أنا ضربتك ظلما وعدوانا وتشهيا. قال له إذا ما دام تقر بالظلم مصيرك هو الإعدام. قال له ها، تدري ليش ضربتك؟ حتى تعرف طعم الظلم. لما تصل للملوكية لا تظلم. أنا في هالضربة واحدة ضربتك، أنا 15 سنة أنت حاقد علي، قلبك يتأجج بالحقد، يغلي بالحقد. ضربة واحدة هي. الملوك يسجنون الناس إلى مشاء الشيطان، يعذبون الناس أصلا ما يفكرون بها، بس أنت إذا ذقت طعم الظلم تفتهم يعني شنو. شوفوا هاي القصة تاريخية معروفة. الملك فورا ارتدع وقال كلامك صحيح، واكرم الحكيم اي اكرام، وكان من عدول القوم من عدول الملوك. سياسه الصدمه اذا مثلا نقول هاي المغامره خطيره، مو عمل عقلائي. هسه في مره واحده من المرات وفرضوا اصاب سهمه، الان واحد على الفضائيه يناقش مثلا عامه الشيوخ، واحد يهتدي بسياسه الصدمه، ممكنها بس مغامره خطيره. واحد يهتدي بس الوف من الناس يضلون، ليش تشوف؟ ليش تغمض عين وتفتح عين؟ واحد قد يهتدي ما يخالف، لكن ألوف من الناس يضلون، ألوف من الناس ينحرفون، يعني يزداد عناده وتصلبه وصلابته. هيك قصة موجودة أصلا، 20 قصة أكو أصلا، ألوف القصص أكو. أنه استخدمنا أسلوب الصدمة فأفلحنا، في المقابل أكو ملايين القصص من ذاك الطرف. فلا يصح للإنسان أنه يستشهد بمورد واحد ومورد ثاني وثالث، أنه استخدمنا الصدمة فنجحنا، ما يخالف. التجربة مو حجة، مو حجة شرعية حتى عند العقلاء، مو حجة التجربة، إنما تكون حجة عند العقلاء لو استقرأ الإنسان مختلف التجارب حسب قواعد علمية، قاعدة بيانات، استبيان، استطلاع، قواعد أكو بيها. مو أنه واحد يجي ينتخب عينات ويعتبرها هي الملاك العام والمقياس العام. القاعدة العامة نعود إليها من جديد، أنه يقول تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نحن لا نرى سياسة الصدمة صحيحة إطلاقا إلا ما خرج بالدليل بإذن الفقيه الجامع للشرائط، بعد مناقشة سائر الفقهاء أيضا في تشخيص الصغرى، وبعد استفراغ الوصف في تشخيص الكبرى، وملاحظة كافة الأطراف. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.